السلام عليكم أعزائي متابعي قناة إيكول شادلي. اليوم غادي نشوف الصفحة 102 من كتاب اللغة العربية واحة الكلمات المستوى الرابع ابتدائي. درس اليوم غادي يكون في التعبير الكتابي الهوايات الوحدة الثالثة الأسبوعان الثالث والرابع. مهارة التحويل الجزء الأول من الدرس. نبدأ أول حاجة بأكسسيب. أقرأ النص التالي ثم أنيز المطلوب لأحوله إلى حوار. أقرأ النص التالي ثم أنجز المطلوب لأحوله إلى حوار. أول حاجة غادي نديرو هي أننا غادي نقرأ النص اللي عطينا هنا، نص الانطلاق، ومن بعد غادي نقوم بإنجاز المطلوب باش نحول هذا النص إلى حوار. منذ أن كنت طفلة كانت رياضتي المفضلة هي كرة القدم. كنت ألعب طوال وقت الفراغ مع أبناء عمي والأصدقاء. بعد المدرسة ذهبت إلى الجامعة فدرست أصول التربية، ولما حصلت على شهادتي عملت مدرسة، لكن هوايتي المفضلة دفعتني إلى أن ألعب كرة القدم مرة أخرى بعد أن تعرفت على بعض الفتيات اللواتي تقاسمن معي شغفي بهذه الرياضة. أعيد. منذ أن كنت طفلة كانت رياضتي المفضلة هي كرة القدم. كنت ألعب طوال وقتي في الفراغ مع أبناء عمي والأصدقاء. بعد المدرسة ذهبت إلى الجامعة فدرست أصول التربية، ولما حصلت على شهادتي عملت مدرسة، لكن هوايتي المفضلة دفعتني إلى أن ألعب كرة القدم مرة أخرى بعد أن تعرفت على بعض الفتيات اللواتي تقاسمن معي شغفي بهذه الرياضة. ندوز الأول سؤال. عندنا أحاكي النص. أحاكي النص في فقرة أتحدث فيها عن تعلقي بهوايتي الرسم. أحاكي النص في فقرة أتحدث فيها عن تعلقي بهوايتي الرسم. المطلوب منا شنو هو؟ هو أننا نحاكي النص في واحد الفقرة، أننا نتحدث أو نتكلم فيها على التعلق ديالنا بهواية الرسم. شنو نقدر نقوله؟ منذ أن كنت طفلا كانت هوايتي المفضلة هي الرسم. كنت أقوم برسم عدة لوحات في أوقات فراغي. بعد المدرسة ذهبت إلى الجامعة فدرست في معهد الفنون التشكيلية أو الفنون الجميلة، ولما حصلت على شهادتي عملت مدرسا للهواية التي أحببتها منذ طفولتي. أعيد. منذ أن كنت طفلا كانت هوايتي المفضلة هي الرسم. كنت أقوم برسم عدة لوحات في أوقات فراغي. بعد المدرسة ذهبت إلى الجامعة فدرست في معهد الفنون التشكيلية أو الفنون الجميلة، ولما حصلت على شهادتي عملت مدرسا للهواية التي أحببتها منذ طفولتي. ندوز السؤال الثاني. سؤال ثاني. أحول النص. أحول النص الذي حاكيته إلى حوار بيني وبين صديقة متعلقة بهواية الموسيقى وأستعين بما يلي. أحول النص الذي حاكيته إلى حوار بيني وبين صديقتي بين صديقة عفوا متعلقة بهواية الموسيقى وأستعين بما يلي. مطلوب منا شنو هو؟ هو أننا نحول النص الذي حكيناه إلى حوار، يعني حوار بيننا وبين شي صديقة متعلقة بهواية الموسيقى. وأستعين بما يلي، غادي نستعين بما يلي. قال، قلت، رد، أجبت، أحب، أفضل، أعشق، لأنها تريح النفس، لأنه يصور الجمال. النص وكالتالي. سؤال ثاني. أحول النص. ذات يوم كنت أتحدث مع صديق لي فقال، هوايتي المفضلة هي الموسيقى. فقلت، أنا هوايتي المفضلة هي الرسم. فرد، أنا أفضل هواية الموسيقى لأنها تريح النفس. وأجبت، إني أعشق الرسم لأنه يصور الجمال. أعيد.
ذات يوم كنت أتحدث مع صديق لي فقال هوايتي المفضلة هي الموسيقى، فقلت أنا هوايتي المفضلة هي الرسم، فرد أنا أفضل هواية الموسيقى لأنها تريح النفس، وأجبت إني أعشق الرسم لأنه يصور الجمال. أو استنتج. استنتج لأحول نصا أحاكيه أولا، ثم أحول إلى حوار بين الطرفين باستعمال عبارات جديدة. أعيد. استنتج لأحول نصا أحاكيه أولا، ثم أحوله إلى حوار بين الطرفين باستعمال عبارات جديدة. نستنتج شنو كيقول. كيقول باش نحولو شي نص، اول حاجه غادي نحاكيوه اولا كما درنا في السؤال الاول، ثم نحولوه الى حوار بين طرفين باستعمال عبارات جديده، وهكا غادي نكونو حولنا نص. ندوزو للجزء الثاني من الدرس اللي هو التحويل اثنان، ونبداو بأو طبق. اطبق، اقرا النص ثم احاكيه بتغيير الهوايات المذكوره فيه باخرى. أقرأ النص ثم أحاكيه بتغيير الهوايات المذكورة فيه بأخرى. مطلوب منا شنو هو؟ أولا غادي نقرأ النص الانطلاق، ثم غادي نقوم بمحاكاة ديال هذا النص، من بعد غادي نغيرو دوك الهوايات اللي مذكورة هنا في هذا النص بهوايات أخرى. نبدأ أول حاجة بقراءة النص. كان لكل واحد منا في العائلة هواية خاصة، فوالدتي تهوى الطبخ، ووالدي كان يهوى لعبة المصارعة، وكان أخي يهوى تربية الطيور، وأختي الكبيرة كانت تهوى القطط، وأنا شخصيا كنت أمارس رياضة الجيدو. ويد. كان لكل واحد منا في العائلة هواية خاصة، فوالدتي تهوى الطبخ، ووالدي كان يهوى لعبة المصارعة، وكان أخي يهوى تربية الطيور، وأختي الكبيرة كانت تهوى القطط، وأنا شخصيا كنت أمارس رياضة الجيدو. إذا طبعا المذكور لنا في السؤال أننا خاصنا نغير كل هواية بهواية أخرى، يعني غادي نغير هواية الأم اللي هي الطبخ، غادي نغير هواية الأب اللي هي المصارعة، غادي نغير هواية الأخ اللي هي تربية الطيور، وغادي نغير هواية الأخت اللي هي تربية القطط، والهواية أيضا ديال رياضة الجيدو. إذا غادي نغيرو هاد الهواية كاملة بهواية أخرى، من بعد غادي نقومو بمحاكاة النص. إذا حنا هواية الطبخ اللي هي كانت ديال الأم حولناها إلى هواية الحياكة، المصارعة إلى كرة التنس، تربية الطيور إلى كرة القدم، تربية القطط إلى قراءة القصص والحكايات، رياضة الجيدو إلى ركوب الدراجات الهوائية. من بعد ما حولنا كل هواية لهواية أخرى، غادي نقوم دابا بمحاكاة النص. أقرأ. كان لكل واحد منا في العائلة هواية خاصة، فوالدتي تهوى الحياكة، ووالدي كان يهوى لعبة كرة التنس، وكان أخي يهوى كرة القدم، وأختي الكبيرة كانت تهوى قراءة القصص، وأنا شخصيا كنت أمارس رياضة ركوب الدراجات. أعيد. كان لكل واحد منا في العائلة هواية خاصة، فوالدتي تهوى الحياكة، ووالدي كان يهوى لعبة كرة التنس، وكان أخي يهوى كرة القدم، وأختي الكبيرة كانت تهوى قراءة القصص، وأنا شخصيا كنت أمارس رياضة ركوب الدراجات. نشوفوا دابا السؤال الأخير. أحول ما حاكيته إلى حوار بين طرفين، أحدهما يهوى هواية ويدافع عنها، والآخر يحب هواية أخرى ويفضلها. عفوا، أعيد. أحول ما حكيته إلى حوار بين طرفين، أحدهما يهوى هواية ويدافع عنها، والآخر يحب هواية أخرى ويفضلها. المطلوب منا في هذا السؤال شنو هو؟ هو أننا نحول داك النص اللي حكيناه إلى حوار بين الطرفين، حوار بين جوج ديال الاشخاص، واحد فيهم يهوى هوايه وكيدافع عليها، والاخر كيبغي واحد الهوايه اخرى ويفضلها. نبدا. احول. انا السلام عليكم يا صديقي. صديقي. وعليكم السلام، كيف حالك؟ انا
بخير والحمد لله. هل سمعت ما قاله أستاذنا عن الهوايات؟ صديقي، نعم بالطبع، وأنا أحب ممارسة لعبة كرة القدم في وقت فراغي. أنا حقا، أنا أجد لعبة كرة القدم مملة ولا أحبها، ولكن أهوى كل ما يتعلق بهواية ركوب الدراجات. صديقي، حسنا، هي رياضة جيدة، لكن لا تستهن أبدا برياضة كرة القدم، فهي تزرع الحماس وتشجع الناس على ممارستها، وهي هواية في متناول الجميع. أعيد، أنا، السلام عليكم يا صديقي. صديقي، وعليكم السلام، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. هل سمعت ما قاله أستاذنا عن الهوايات؟ صديقي، نعم بالطبع، وأنا أحب ممارسة لعبة كرة القدم في وقت فراغي. أنا حقا، أنا أجد لعبة كرة القدم مملة ولا أحبها، ولكن أهوى كل ما يتعلق بهواية ركوب الدراجات. صديقي، حسنا، هي رياضة جيدة، لكن لا تستهن أبدا برياضة كرة القدم، فهي تزرع الحماس وتشجع الناس على ممارستها، وهي هواية في متناول الجميع. إذا أعزائي متابعي قناة مدرسة الشاذلي، كانت هذه الصفحة 102 من كتاب اللغة العربية واحد الكلمات المستوى الرابع ابتدائي. الدرس طبعا ديال اليوم هو اللي تعلمنا فيه مهارة التحويل، يعني محاكاة النص إلى حوار.